أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيدة مروة الياسين، صاحبة ومؤسسة رينبو. نرحب فيك أولا مدام مروة في معنا في برنامج رواد الأعمال، وحابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. اسمي مروة الياسين، من سوريا، مقيمة بدولة الإمارات من 9 سنوات. ما شاء الله. سيدي متزوجة، مهندسة وأم لطفلتين. ما شاء الله عنك، أهلا وسهلا فيك، تشرفنا في معرفتك مدام مروة اليوم. حابين نتعرف أيضا ونتكلم عن موضوع الخدمات اللي بتقدموه في رينبو، اشرحي لنا أكثر عن البزنس اللي حضرتك فتحتيه. اليوم مركز رينبو هو مركز أنشطة للأطفال، أنشطة ترفيهية، أنشطة تعليمية، ومركز رعاية للطفولة المبكرة. اليوم برينبو بنقدم خدمات مثل استضافة الطفل كامل النهار. الطفل بيجي بيقضي وقت، بيلعب، بيتعلم، بينمي قدراته الحركية وقدرة تنمية التواصل. اليوم الأم بتأمن على ابنها برينبو، لأنه في ناس بترعى الطفل على مدار اليوم، بتقدم له كل شيء بيحتاجه. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة في دولة الإمارات، خصيصا في أو في جميع مجالات العمل، مو بس في مجال المراكز التعليمية للأطفال، حابين أيضا نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين، حتى دائما الأهل والأمهات يرجعوا لمركز رينبو. اليوم مثل ما حكيت المنافسة كثير كبيرة. اليوم اللي بيميز رينبو هو المرونة اللي بيقدمها رينبو للأهل. اليوم رينبو بيقدر يستضيف الطفل على مدار نهار كامل، ساعات عملنا طويلة جدا، من 7 الصبح ل7 المساء، فأي أم عاملة بتقدر تلاقي وقت إنها تحط ابنها عنا. اليوم كمان نحن بنقدم خدمات اللي هي الاستضافة عبر الساعة. اليوم أي أم عندها شيء مشغولة، هي بتقدر تأمن على طفلة برينبو وبتحطه بيلعب وبيتعلم وبينمي مهارات كثير. طبعا مدام مروة، حابين أيضا نستفسر عن الأنشطة اللي بتقدموها للأطفال والفئة العمرية أيضا اللي بتستقبلوها في مركز رينبو. الفئة العمرية اللي بنستقبلها بمركز رينبو هي ابتداء من عمر السنة لعمر ما قبل المدرسة، وكمان بناخذ الافتر، عندنا شيء اسمه افتر سكول اكتيفيتي، اللي هي كمان بنستقبل الاطفال اللي بحاجة تكون بمركز بعد المدرسة، اذا كانوا اهلها موظفين او لمجرد تنمية شوية مهارات اللعب. كمان هي نحن بنستقبل الاطفال ما بعد المدرسة. كمان بالإضافة لأيام الدوام اللي هي بتمتد من يوم الاثنين، من يوم الاثنين للجمعة، من 7 للـ7، عندنا يوم الأحد على العطلة بنعمل أنشطة للأطفال من 9 للـ7، وبتكون هاي الأنشطة عبارة عن أنشطة ترفيهية اللي بيكون فيها نشاطات مثل تزيين كب كيك أو تزيين مارشميلو، أشياء خفيفة للأطفال، إضافة للرقص الجماعي، البينتينج، الفيس بينتينج، أنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال. حابين أيضا نعرف هدفك في مركز رينبو، شو الخطة اللي راسمينها للسنوات اللي جاي؟ إن شاء الله في السنوات القادمة أكيد فروع أكثر لرينبو إن شاء الله. وأكيد بالنسبة لنا اليوم بلشنا بمشروع صغير، بس بنحب إنه نكبره ويكون عندنا مش بس كمان فروع، يكون دائما عم نقدم شيء جديد للأطفال، ما يكون عندنا بس الشيء الروتيني اللي عندنا. أكيد. أكيد دائما نعمل أشياء جديدة ومتميزة. أكيد طبعا، نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وإن شاء الله بنشوفكم في نطاق عالمي وليس فقط في نطاق محلي في دولة الإمارات. طبعا الأمن والأمن في دولة الإمارات لا يعلى عليه. طبعا حابين نتكلم عن الأمن والأمان في نطاق كسيدة أعمال وكسيدة أيضا في دولة الإمارات، ماذا يعني لك الأمن والأمن؟ ماذا يعني لك الأمن والأمان؟ اليوم بلد دولة الإمارات هي يمكن نشوفها يمكن أكثر دولة آمنة على مستوى العالم. طبعًا. كثير اليوم الأمان بدولة الإمارات، يعني اليوم الواحد بيقدر يطلع بأي توقيت بدولة الإمارات من غير ما أي حدا يتعرض له، بيقدر يفتح أي شغل أي بزنس. كثير اليوم الأمان موجود بدولة الإمارات، وهي اللي بشجع الناس على الاستثمار، وبتقدر الناس بالزبط. حتى السيدات اليوم تستثمر وتكون عم تشتغل بدولة الإمارات. صحيح. وأكيد بالمناسبة بحب وجه الشكر لحكومة دولة الإمارات ولشيوخ دولة الإمارات. طبعا من مروة، حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، كان لقاء
خفيف وممتع بصراحة. وقبل ما ننهي اللقاء اليوم أيضا حابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لمركز ريمبو. ريمبو موجود بالورقة واحد ببناية المهيري بجانب سوبر ماركت فاس. ممتاز. وقابل مدرسة أور أون هاي سكول. بتقدر تتواصلوا معنا عبر التليفون وعبر صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام. طبعا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة. نتشكرك مرة أخرى مدام على ظهورك معنا اليوم. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.